مشاهدي الاو تي في، مساء الخير. حلقة جديدة من رح نبقى سوا بين مرحلتين، مرحلة من التصعيد غير المسبوق ومرحلة من الحوار المرتقب ببعبدة نهار الأربعاء المقبل، وما بينهما مفاجأتين. الأولى تمثلت اليوم بلقاء النائب السابق وليد جملاط برئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ببعبدة، والثانية أيضا لقاء الرئيس حسان دياب والرئيس بري بعين التينة. هذان الموضوعان سننطلق فيهما في هذه الحلقة اليوم، طبعا مع التطرق بشكل مسهب إلى مضمون كلمة السيد حسن نصر الله وسائر التطورات على الساحة اللبنانية مع ضيفنا المحلل السياسي فيصل عبد الساتر. أستاذ فيصل، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير. قبل ما نفوت بالملفات نحن وياك، رح ننتقل باتصال مع النائب فريد البستاني عضو تكتل لبنان القوي اللي كان له دور بهذا المشهد اللي شفناه اليوم بقصر بعبدة. خلينا نطلع منه على بعض التفاصيل. دكتور فريد، مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء الخير استاذ زياد، ومساء الخير لضيفك الكريم. اهلا وسهلا. شو عدا ما بدا دكتور بستاني تحت تالي، شفنا اليوم النائب السابق وليد جملاط ببعبدة بعد كلامه العالي النبره على قناة العربية وبتغريدات عديدة، وبنعرف الجو اللي كان سائد قبل، شو صار تحت اللي انتقلنا إلى هذا المشهد؟ ليك استاذ جاد، إذا بنرجع شوي لورا ونتذكر إنه بالصيفية 2019 كان رئيس عون بقصر بيت الدين، وكان له عدة كلمات جامعة بالجبل، وكان في زيارات من كل أطياف الجبل للرئيس عون. وبعد هالصيفية كان في لقاء مميز لمعالي الوزير جبران باسيل باللقلوق مع تيمور جنبلاط، وللأسف صار في عنا الحوادث الانتفاضة وتشكيل الحكومة، صار في تأخير بهالتواصل بين هالجهات كلها. أنا اللي عم شوفه بالحقيقة إنه في تواصل من رئاسة الجمهورية مع كل الأقطاب السياسية، ورح تشوفوا نهار الأربعاء هو مثال على التوافق يلي الرئيس عون عم بيجرب انه يخلقه، وهيدا بينفذ كتير الاحتئام. انا كنائب بشوف بقلك انه هيدا الشيء اللي عم بتشوفه بالجبل بيساعدنا كتير، وهيدا الساعي الخير يلي قام بتقريب وجهات النظر انا بحييه، وبقول انه لازم نكفي مع غير قيادات. هيدا معالي الوزير جنبلاط مهم كتير بشوف، ولكن لازم نحن نمد ايدنا لغير القيادات بالبلد، لانه وضع المعيشي هو وضع عن جد يرثى له. والمبادرة يلي عملها الرئيس عون رح تكفي، انا كمحلل شخصي بقول رح تكون مع عدة افرقاء بالبلد. كيف شايف الجو سعادتك بالنسبة لاجتماع بعبدة نهار الأربعاء على ناحية الحضور؟ يعني بكرة في موقف مرتقب لرئيس الجمهورية من بعد تبلغ الجواب الرسمي من رؤساء الكتل عن الحضور شخصيا أو إفادة ممثلين، هل بتشوف أنه رئيس الجمهورية سيرفض حضور ممثلين أو أنه بعد ما عندك معلومات؟ أنا ما عندي معلومات، بس فيني أقول أنه إحنا كفريق سياسي بكتلة لبنان القوي منقول أنه حضور اجتماع بعبدة نهار الأربعاء هو تكريس للمؤسسات، هي منا شيء موجه ضد الرئيس عون، لأنه هاللقاءات صارت كذا مرة وأقطاب السياسية الدرجة الأولى حضروها، فشو اللي تغير اليوم؟ ليه ما بيحضروا؟ وبالظرف اللي نحن فيه اقتصاديا استجاد واجب وطني أنهم يحضروا. نعم دكتور بستاني، نستفيد منك بسؤال أخير حول يعني مرحلة ما بعد إقرار الخطة الإنقاذية اقتصاديا وماليا للحكومة، هل برأيك أنه هالخطة ستسلك طريقة إلى التنفيذ، أو أنه يعني المهاترات السياسية المعروفة رح ترجع تغرقها بوحول السياسة اللبنانية؟ ليك اليوم كان عندنا جلسة بالبرلمان لجنة المال، وحضر وزير الاقتصاد ووزير المال. نعم. بقول لك الصراحة كان في نقاش كتير مهم بين كل الأفرقاء مع الوزيرين، ورح تكفي لأنه ما خلصنا اليوم، إنه أنا شايف إنه هاي أول مرة عنا خطة، فهيدا شيء كتير إيجابي، بس إنه هيك رح تمرق ما بتصور تمرق بسهولة.
نعم، بدنا ننطر يعني لنشوف التطورات والمواقف، مع التمني انه يكون في تسهيل من الكل لانه الوضع السيء يطال الجميع. شكرا لك الدكتور فريد البستاني على هذه المداخلة. عودة لك استاذ فيصل عبد الساتر، يعني اليوم مفاجأة يمكن للحلفاء، لحلفاء وليد جملاط قبل خصومه، شو صار؟ أول شيء مساء الخير لك وللمشاهدين، رمضان كريم. وأنا نسيت ألفت إنه برنامجكم اسمه رح نبقى سوا، وبعتقد يمكن يكون أهم رسالة الواحد يقدر يفهمها بالواقع السياسي اللبناني، إنه مهما شرقت ومهما غربت الناس بالنهاية رح تبقى سوا، هذا الوطن للجميع. بنختلف، بيختلفوا، بيصرخوا، بيعلوا السقف السياسي، لكن في نهاية المطاف لابد أنه الجميع محكوم بلعبة الاتفاق والتوافق. هذا لا يعني على حساب المؤسسات، هذا لا يعني أيضا على حساب المبادئ. أنا إلي نظرة خاصة، ربما طبعا مش أنا، يعني أنا كشخص، وأنا واحد من هالناس اللي له نظرة خاصة. أنا دائما مع رفع قيمة المبادئ على حساب السياسة الآنية أو على حساب السياسة المصلحية، لأن السياسة المصلحية حقيقة هي سياسة صادمة، مثل ما هلأ موقف جملاط اليوم أو زيارة جملاط بصرف النظر تقييمها بالوجه الإيجابي، لكن أيضا فيما عدا، يعني واحد بيقدر يقول أنه شو اللي عدا مما بدأ، طيب أنه شو اللي تغير؟ امبارح كان عامل هجوم على رئيس الجمهورية، يعني أين منه هجوم الحرب الإسبانية يعني، وكان عامل هجوم على التيار الوطني الحر، وهجوم على حزب الله، وهجوم على، يعني هذا الانقلاب في المواقف بهذه الطريقة يعني لا يبشر دائما بالخير. صحيح ممكن نقرأ وجهه الإيجابي في لحظة ما، لكن هذا أيضا يعطينا مؤشر، إذا كانت كل العالم بدها تمارس السياسة بهذه الطريقة فهذه ليست سياسة. وهذا بذكرني، يعني يقال انه المرحوم الزعيم كمال جنبلاط عندما كان يذهب لزياره رئيس جمهوريه فؤاد شهاب على سبيل المثال، كان يتكلم معه في استراتيجيات وصراع الامم ولعبه الامم والاوضاع في كل العالم، واخر شيء ينهي الاجتماع بورقه فيها بعض المطالب ببعض الوظائف. انا ما عم بقول نفس الشيء، ويمكن يمكن يكون نفس الشيء كمان، يعني ما في أي مشكلة، لكن أن تبقى السياسة في هذا الإطار يعني غير مفهومة وغير معلومة، وين بيأخذ العالم يمين وبيأخذ العالم شمال، طبعا هذا الأمر منه أو من غيره، يعني حتى لو جاء من حزب الله، حتى لو جاء من التيار الوطني الحر، هذا أمر غير مقبول، يعني لازم يكون غير بس مش مقبول. افضل بموضوع السابق وليد جملاط تحديدا انه دائما في يعني خط رجعه جيد بينما مع الاخرين مش دائما في خط رجعه، هلا يمكن مصاير اقل له هلا يمكن مع الرئيس الحالي، يمكن البعض بيقولوا يعني هيك باللهجه الدرزيه انه بتلبق له يمكن ما بتلبق لغيره، يعني هلا في بعض بيشوف شو هي خط الرجعه ولا يعني هذا هذا القدره على الروحه والرجعه، يعني ايتم ما بده يمكن بتلبق له ما بتلبق لغيره، يمكن ما بتقدر تشوفها من دولة الرئيس بر، يمكن ما بتقدر تشوفها من حزب الله، ما بتقدر تشوفها من تيارات أخرى، يمكن بتقدر تشوفها من ولي جملاط. بصرف النظر الآن حصل ما حصل، وهذا مؤشر خير باعتبار أن المحطة القادمة الأربعاء سوف يكون هناك لقاء لرؤساء الكتل النيابية مع فخامة رئيس الجمهورية. هذا مؤشر بأن رئيس الجمهورية لا يتعاطى بطريقة كيدية بالسياسة، وهو فعلا يقول أنني المؤتمن على الدستور وأني رئيس لكل اللبنانيين، وأخذ المبادرة أن هذه الخطة التي أقرت للمرة الأولى في تاريخ لبنان من قبل الحكومة اللبنانية أن تكون أيضا معروضة على كل الكتل النيابية، ما هي في نهاية المطاف ستذهب إلى المجلس، لكن أن تكون محصنة أكثر بكثير من أن تلقى في المجلس مباشرة، حتى لا يكون هناك أيضا تسويف في الوقت، خاصة أن اللبنانيين الآن لم يعد لديهم القدرة على الانتظار، يعني نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة. ربما تكون هذه الخطة صحيح لن تكون مؤشراتها أو ثمارها سريعة، لكن على الأقل هذه الخطة ستضع البلد أمام إطار معين، ستضع لك استراتيجية معينة، ممكن هذه استراتيجية تأخذ سنة اثنين، يمكن النتائج العملية بدها 6 أشهر، بدها 7 أشهر، 8 أشهر، يعني نحن في وضع كارثي بكل المعايير نقديا وماليا. طيب هذا الوضع الكارثي اقتصاديا فيصل وكل هالمبررات لي يعني إعادة وصل من قطع
بين بعبدة ووليد جنبلاط. ليش نعم. هذه المبررات غير قائمة بالنسبة لتيار المستقبل؟ أقل له من ناحية تيار المستقبل، يعني عم نشوف كلام مرتفع اللهجة بشكل يعني مثل كأنه عم بيقطعوا كل خطوط العودة إلى الوراء وإعادة فتح قنوات التواصل. يعني بصراحة أنا فوجئت، وبتعرف أنا مصنف بالمعنى السياسي، صحيح الواحد بيكون إعلامي ومحلل سياسي أو كاتب أو إله رأي، لكن في لبنان تعرف أنت يعني مباشرة بس تقول فيصل عبد الساتر يعني يجب أن يصنف، وهكذا ممكن القضية على كثير من الأشخاص يصنف الآخرين. يصنف أنه قريب من حزب الله طبعا مثلا، يعني يصنف بالمعنى السياسي، يعني وكأنه إذا ما جبت له سيرة جنبلاط أو سيرة المستقبل أو سيرة القوات يعني هو مباشرة سيبدأ بإطلاق النار السياسي. لا، القصة مش هيك. أنا مصنف وبفتخر، وأنا عندي اتجاه وخط سياسي وبفتخر، لكن مش معناتها أنه أنا حامل سيف، يعني أي شغلة بتيجي يعني مفترض أني عارضها لأنه بتيجي من الآخر. لا، مفترض يكون عندنا شوية يعني موضوعية في التعاطي. عندما نذهب إلى السؤال اللي تفضلت فيه الآن، عم نحكي عن موقف تيار المستقبل وكلام الرئيس الحريري. أولا يجب أن يفهم اللبنانيون أن هناك تكريس لشيء يعني غير موجود لا في الدستور ولا موجود في أي دولة في العالم، أنه النادي الرؤساء الوزراء السابقين أو نادي رؤساء الحكومات السابقين أو بيجوا بيعملوا اجتماع وأنه هن مهمتهم إنقاذ الطائفة السنية من براثن السطو عليها من قبل طوائف أخرى أو مذاهب أخرى، بس هن عم يحطوها بإطار إنقاذ النظام الديمقراطي البرلماني من لا، ما هو هذا استتباع لأخذوا إلى نظام رئاسي. هذا استتباع. نعم. هذا استتباع. هو الأصل بهذا الموضوع أنه رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، الدكتور حسان دياب، ليس من هذه الطبقة، ليس من هذه القماشة، ليس من هذا النادي، وبالتالي ليس له قوة سياسية خلفه، ليس له قوة شعبية خلفه، ليس له تيار سياسي، وبالتالي مش هيك وكأن الرجل استفرد 2011. نعم، مش هيك اعتبروه تيار المستقبل للرئيس مئاتي بال2011؟ لا، الرئيس مئاتي كان اعتبروه أنه ما عنده تمثيل قدهم. لا، هو مفروض فردا ممكن. لا لا لك، أول شيء ظروف ظروف 2011 أولا مختلفة، وظروف الرئيس مئاتي عن الرئيس دياب كمان مختلفة. الرئيس مئاتي كان جاي رئيس حكومة قبل وما ترشح للانتخابات وهي للانتخابات وكان ضده. نائب، لأن كان في حمل كبير جيد ضده، وصل لدرجة تخوين. يعني هو هون أنا جاي للموضوع، وكأنه الآن الطائفة السنية الكريمة في لبنان ليس لها إلا الحريري ممثل حصري لها، وهذا أمر خطير كتير، وأنه الشيعة ما عندهم إلا الرئيس بري وما عندهم إلا السيد حسن، والمواردة ما عندهم إلا جبران باسيل وسمير جعجع مع حفظ الألقاب للجميع. هذا كلام خطير، وهذا كلام لا يؤسس لبنية وطنية. نحن عم نعاني الآن من عدم وجود هذه البنية الوطنية. المشكلة الأساسية في لبنان أن هذا النظام الطوائف نظام ابتلاعي، مش نظام تكاملي، هو نظام ابتلاعي. والدليل ما حدث اليوم في موضوع محافظ بيروت والخلاف على تعيين محافظ خلف للمحافظ الموجود زياد شبيب أو غيره، حتى بالمناصب العسكرية، حتى بالتشكيلات القضائية. ما الذي عطلها؟ عطلها أيضا هذا يعني هذا الهجوم الطوائفي إذا بدك، وعدم التكافؤ في هذا الموضوع. نحن قلنا أنه هذا البلد مكون من طوائف، وهذا أسس على من كلام اليوم وليد جنبلاط كمان بعبدة لما عدد التعيينات وسألوني رأيي ورجعوا جابوا غير أسامي وإلى آخره. صحيح. عم بقول أنا أنه نحن هذا البلد ارتضينا أن يكون هيك لأنه ما في خيارات أخرى، وإلا رح يكون دائما يعني حروب متواصلة. والبعض بيقول لك أنه هيدي فكرة التأسيس وميشيل شيحة العبقري وإلى آخره، لكن ميشيل شيحة العبقري وغيره من اللي أسسوا هذا الكيان أيضا زرعوا لنا ألغام، هذه الألغام إلى مدة زمنية معينة من 43 ل 73 شيك أو ل 58، أو البعض بيقول لك بال 69، البعض بيقول لك بال 73، البعض بيقول لك 75، وهكذا دواليك. لأنه هذا النظام لك ما تكون مش حضرتك يعني ما لك ما تكون عبقري مثلي وتترك الامور مثل ما هي. لا عم بقول، لا عم بقول انا البعض لا زال كان عبقري بزمانه. ايه انا عم بقول البعض لا زال يتغنى بهذه الفكره النوستالجيه عن لبنان كيف تاسس والى اخره. طيب الاولون او السابقون زرعوا لنا بذره معينه، معلش ما في شيء اسمه تطعيم. هلا
بتحط جينيريك بيطلع خوخ، بتحط مش عارف شو بيطلع شيء تاني. طيب ميشيل شيحة وغيره عملوا لنا كيان، أسسوا لنا كيان بصرف النظر عن الخلاف التاريخي القائم بلبنان كان بهيديك الفترة. لكن من عمل على تطوير هذا النظام؟ من عمل على تطوير هذه البنية؟ وبالتالي لم ننجح في بناء المؤسسات إلا في حالتين استثنائيتين. ربما البعض بيقول بدأت مع كميل شمعون نوعا ما، لكن العملية التأسيس الكامل مع فؤاد شهاب، وجا شر حلو يعني ترك هذا البناء موجود قبل ما تبلش المشاكل. هذا صحيح جيد. نحن رحنا الآن الدستور الماضي انتهينا منه إلى حد كبير، ورحنا لدستور جديد وتسوية جديدة بعد الدستور. لم نلحظ أي عمل إيجابي في كل هذه المحطات مع الأسف. يعني مفترض أنه اتفاق الطائف نقل اللبنانيين من حالة الحرب إلى حالة السلم، لكن عمليا لم يرسي قواعد لتداول السلطة، لعملية بناء الدولة، لعملية الإنماء المتوازن، لعملية الإلغاء الطائفي بشكل تدريجي، أول شيء الطائفي السياسي وبعدين الطائفي الوظيفي. بالعكس، نحن نرى الآن تمسك بالطائفية السياسية أكثر وتمسك بالطائفية الوظيفية أكثر وأكثر، وهذا اللي بيخليك دائما تنأز أنت من أي بيان بيطلع، من أي كلام بيطلع، ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. بيطلع واحد بمغمغ لك القصة بلفلفها بيقول لك مقام الرئاسة الثانية. شو عم نحكي عن مقام الألوهية نحن؟ شو مقام الرئاسة الثانية ومقام الرئاسة الأولى ومقام الرئاسة الثالثة ومقام الرئاسة الرابعة؟ شو هالحكي؟ لك هذا لبنان كله سوا بيجي قد عش عصافير. هل عش عصافير مش قادرين نقدر نتفاهم عليه؟ كل من دق الكوز بالجرة بنعمل للقصة شرابة وبنحط لها يعني هيك شو بيقولوا فوسفور لتصير الضوء يعني بعيد. المثال القريب اللي تفضلت فيه أنه دعا رئيس الجمهورية اللبنانية بعد إقرار خطة اقتصادية لأول مرة في تاريخ لبنان، بصرف النظر عن الموقف من الخطة وتفاصيلها وشرحها وانتقادها أستاذ جاد، فينا نحكي نقول أنه هذه الخطة تمثل بنية كاملة. ما عم نحكي ببيان وزاري لحكومة بتلحسه أول ما بتصير وبتاخد الثقة وما بيعود حدا بيسأل ومجلس نواب ما بيحاسب ونواب تحت رقابة جهات دولية متابعة. هون بالضبط نحن الآن أمام مرأة العالم كله سوا، في صندوقنا الدولي، في مؤسسات مانحة، في صدر وتوابعه، في انهيار للليرة، في ارتفاع للدولار بشكل جنوني، في حالة بطالة بلبنان واصلة مدري الدائجة. هذه الحكومة وضعت معايير، هذه المعايير إجا رئيس الجمهورية من حرصه ومن مسؤوليته الوطنية قال لك ليش تضل هاي القصة حكر على الحكومة لوحدها. عندنا مجلس نواب منتخب من الناس يمثل حالة حزبية، حالة سياسية، حالة شعبية، وفي نهاية الأمر نحن في نظام جمهوري برلماني ديمقراطي مش هيك؟ يعني عمليا أي شيء بده يقرب البرلمان. إجا رئيس الجمهورية قال يا أخي خلي الرؤساء الكتل بدل ما يكونوا الصريخ بمجلس النواب والعالم كله تسمع شو عم بصير، خلينا نعمل هذا اللقاء بقصر عبدة بحضور رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب. المستقبل شو كان تعليقه؟ لذلك عم بقول أنا كتلة المستقبل سبق لها وأن كان لازم يكون بمجلس نواب مش بعبدة، سبق لها وأن شاركت بمثل هذه الاجتماعات. طيب الاجتماعات السابقة لم تكن ضرب لمقام الرئاسة الثالثة، وهلأ هذا ضرب لمقام الرئاسة الثالثة وتكريس لنظام جمهوري؟ هلأ يعني في حدا بلبنان مقتنع أنه بعد في رئيس جمهورية له هذه الصلاحيات الموجودة قبل الطائف؟ ما هو رئيس الجمهورية عم يشكي وكل المحيطين فيه عم يشكوا أنه رئيس الجمهورية صلاحياته محدودة. من ضمن هذه الصلاحيات المحدودة عم بيحاول يعطي للصلاحية قيمة مضافة بحضوره بكل شيء وتحمل المسؤولية، وإلا هو يعني إذا بدك واحد يريح باله ويترك المسؤولية الوطنية بيقول لك يا أخي خلي هاي الحكومة تروح على مجلس النواب ويتفاهم. وأنا بنهاية الأمر كنت موجود وأقريت هذه الخطة مع أنه أنا ما إلي صوت، بطر هذه الخطة مع الحكومة. بس رئيس الجمهورية عم يعطي نموذج أنه أنا يا أخي في بلد الآن في مشاكل بهذا المستوى خليني يكون جزء من المسؤولية، بالعكس أنا رأس الهرم في المسؤولية، خلي الكل اللي يتحملوا مسؤولية. هذا الرئيس بري يا أخي مش رئيس مجلس النواب، وعادة بيحكوا فصل السلطات، لكن الآن رح يطلع على بعبدة بصفة شو؟
بصفة رئيس كتلة، مش هيك؟ رئيس كتلة التنمية والتحرير. بصفة رئيس مجلس النواب. هلا بصرف النظر، بس هو يعني طالع كرئيس كتلة، يعني أكيد هو رئيس مجلس النواب، أكيد ما حدا رح يقول لا. بس قصدي هيدي مسؤولية. حتى صار اللقاء ليش متاح ليش الرئيس حسان الدين. ليش الرئيس سعد الحريري نزل هذا البيان العالي السقف؟ وكأنه يعني عم بيحاول يكون أكثر من غيره هجومي بالوقت اللي هو إجا بتسوية كان قوامة يعني التيار الوطني الحر وحزب الله وما بعرف شو. يعني أنا برأيي ليش شو الهدف؟ ما بعرف شو يعني. هل هو يراهن على إسقاط هذه الحكومة في الشارع؟ طيب امبارح بيقول أنه أنا ما إلي حدا بالشارع. طيب نحن عم نشوف كل اللي عم ينزلوا في بعض المناطق، طريق جديدة بقصقص بكورنيش المزرعة بصيدا بطرابلس بالباع بسعد نيل. طيب ما عم نسمع بدنا الحريري وبدنا الحريري وإلى آخره. أوكي أخي. بس الحريري وحده قادر يسقط الحكومة بالشارع أو بشكل شنيع مثل ما عم نقول هذا الرهان الانتحاري وهذا الرهان الخطير وهذا الرهان الذي يودي بالبلد إلى كثير من المشاكل. طيب ما أنت عارف إنه هذا الرهان يعني لا أنت قادر تحققه ولا حدا قادر يحققه، أصلا ليس في مصلحة البلد وليس في مصلحة تيار المستقبل وليس في مصلحة سعد الحريري الرئيس اللي ممكن يجي بعدين أو ممكن يطرح اسمه بعدين. أنت عندما تهدم كل المراكب وتهدم كل السقوف ما بيبقى لك مين يطالب فيك ولا بيبقى حدا يقدر. في نهاية الأمر أنت بدك شوف حجمك بهذه اللعبة السياسية قديش. نعم. لذلك كان مستغرب هذا الموضوع من الرئيس الحريري. لنرى غدا قوات اللبنانية، تيار المردة، بقية الأطراف الأخرى اللي عندها. بدنا نسلم بالحديث استاذ فيصل. نعم. بس قبل كمان اليوم كان في لقاء تاني بارز، مع أنه الأضواء راحت أكتر على بعبدة، ولكن لقاء الرئيس بري والرئيس حسان دياب صار حدث نوعا ما كمان. طبعا بعد كل شيء. هلا هو مفترض ما يكون حدث، بس نحن عن غياب الكيمياء بيناتهم. صحيح صحيح. هو مفترض أن يكون هذا أمر طبيعي في ظل الحياة السياسية اللبنانية، وطالما كنا نشهد نحن رئيس مجلس النواب بعبدة، رئيس الحكومة بعين التيني وهكذا، هذه الزيارات والاتصالات. يعني الرئيس الحريري ما كان يفل من عين التينة يعني تاريخيا، لا الأب ولا الابن ولا الروح القدس اللي اجوا بعدين. يعني مش هيك؟ الرئيس بري مش لأنه بس رئيس مجلس النواب، أول شيء هو قيمة استثنائية بحكم هذا الخبرة السياسية الطويلة، الخبرة الوطنية، رئيس حركة أمل، رئيس أكبر كتلة نيابية أو تاني كتلة نيابية، رئيس مجلس النواب صاروا أكثر من 25 سنة. بصرف النظر يمكن واحد يأيد أو ما يأيد، يعترض أو ما يعترض، بدنا نعطي الرجل حقه. هذه هي قامة الرئيس بري، شاء من شاء وأبى من أبى، وهو مايسترو في اللعب السياسي، ما حدا بيقدر يتجاوزه. لذلك زيارة الرئيس حسان دياب بعد الذي جرى في جلسة مجلس النواب الأخيرة في قصر اليونسكو، أنا برأيي هذا عامل قوة وليس عامل ضعف، لا من قبل رئيس الحكومة ولا من قبل رئيس مجلس النواب. لأنه المسألة يعني نحن ما عم نمارس السياسة على طريقة يعني المناكفة. رئيس مجلس النواب أوضح في محطات فيما أساسية خلافية. نعم. صارت يعني صح صح. احنا ما بدنا نركز على الخلاف، بدنا نركز صحيح. على ما يسمى موضوع الكابيتال كنترول، مشروع القانون يا سيدي. صحيح. 1500 مليار ليرة بمجلس النواب. صحيح صحيح. وكان في كتير اعتراضات، يمكن في ناس كتير بالشارع اعترضوا، وأوضح رئيس مجلس النواب وصار في مناكفة ومشاكسة إلى حد ما، لكن هذه الآن أصبحت خلف ظهورنا. ما فينا نرجع الأمور ونرجع السؤال يكون موجود شوي بيصير خلف ظهورنا. لا قصدي انحكى فيها كتير. نعم. يعني انحكى فيها كتير ونعمل فيها يعني على المستوى الشعبي ومواقع التواصل ضجي. مش عم بحكي بس عن هذا اللقاء. ايه. اليوم بس هيدي الأجوبة يلي هي نوعا ما تقليدية ما بعد بتصلح لما الدولار صار على عتبة الأربعة. لا أنا برأيي الآن يعني أنه إيه حطيناها خلف ظهورنا، وجمعة الجاي رح ترجع تنطرح، واللي بعدها رح ترجع نرجع نقول حطيناها خلف ظهورنا. هلا نحن كنا أمام جلسة مجلس النواب، لم تكن خطة الحكومة قد اكتملت، الآن نحن أمام خطة كاملة مكتملة ستعرض لمجلس النواب. طبعا هذا سبب رئيسي الآن. يعني ما تنسى كانت الحكومة في حالة كمان يعني وضعها مش مرتاح،
اجت قصة التعيينات المالية عملت خلاف كبير بين كل الأطراف، ومنهم الرئيس بري، ومنهم جبران باسيل مع حفظ الألقاب، ومنهم الرئيس الحكومي، ومنهم تيار المردة. الآن يعني الأمور يمكن رايحة باتجاه نوعا ما من تقليص المشكلات اللي صارت. أنا ما عم بقول صارت الأمر هلأ سمني على عسل، ما في بالسياسة سمني على عسل، في بالسياسة أن نتحمل المسؤولية. اليوم اللي بيسمع خطاب سماحة السيد نصر الله، هذه الوتيرة وهذه النبرة وهذا الهدوء في التعاطي مع كل المحطات، أنا برأيي هذا يجب أن يكون مؤشر ورسالة للجميع أن هذا الحزب الذي يمثل هذه القوة على مستوى مش لبنان، على مستوى المنطقة ومع أمريكا ومع العالم ومع إسرائيل، أيضا يتعاطى بالموضوع الداخلي فعلا بحنان وبعاطفة وبمسؤولية كبيرة، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على الجميع. أنا ما عم بقول بس حزب الله هو المصدر، في كتار أحزاب وقوى أيضا عندها مسؤولية، بس دائما يغلب عليها طبع المنافرة أو طبع المناكفة عند أي محطة من المحطات، في حين أن حزب الله يتعاطى مع الموضوع بهدوء أكثر. يعتبروا أنه يعني أساس كل ما يجري أقله بالمرحلة الأخيرة هو حزب الله. نعم. مثلا شفنا النائب نديم الجميل قال أنه هذا اجتماع بعبدة لا لن يكون مؤثرا إذا لم تطرح على الطاولة قضية الارتباط بإيران وإلى آخره. حتى الدكتور جعجع اللي هلأ كتار عم يوصفوا موقفه بأنه متزن نوعا ما وعم بيراعي الأمور وإلى آخره، بيقول بعتقد لموقع لبنان ديبات من يومين أنه صندوق النقد الدولي لن يساعد لبنان حتى لو لبى معظم الشروط طالما قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة. شوف هلا هذا الامر فيه خلافات كبيره، يعني الان ما حقول لك انا مثل ما عم كانه ما حقول لك ما في مشكله بهالموضوع يا سيدي، انا ما حقول لك العالم حتتغير، في ناس خلص في عندها شغله عامله حزب الله ليل نهار، يعني اللي تفضلت بذكرون نائبنا نديم جميل او حزب الكتائب بشكل عام. نعم. يعني سامي جميل بتكون مرته مش عملت له غدا منيح الا يمكن حزب الله مسؤول عن هالغدا، نديم جميل يمكن بصير في حادث سياره بالاشرفيه بيطلع معه حزب الله مسؤول عن حادث السياره. هلا انت ما فيك تغير قناعات البعض، يمكن عندهم يعني وجهه نظر بهذا الموضوع، بيعتبروا انه اذا صار حزب الله كله اذا صار حزب الله كشاف وحمل الرايه البيضاء يمكن يتغير الوضع، يمكن بيعتبر حاله انه لبنان اذا بطل فيه سكينه بيكون اريح، هيدي نظرتهم. كان بيرج ميل يقول قوه لبنان في ضعفه بالتاريخ، مش هيك؟ تبين انه قوه لبنان في ضعفه، جاء اجتياح اسرائيلي وطحن البلد وعين رؤساء وجيل وحط ومش عارف وعمل بنيه عماله بلبنان بعدنا عم نعاني فيها لهلا. إجا واحد يقول لك لا قوة لبنان في قوته مثلا، وشفنا أنه قوة لبنان في قوته، حررت لبنان وبال2000 استعدنا أرضنا وبال2006 وقفنا بوجه العالم، وبعده لحد هلا كل العالم يحسبنا حسابنا، وبال2000 وهذا ال2013 حررنا الجرود و2016 حررنا كل الأراضي اللبنانية من التكفيريين. كمان واحد عنده نظرة، بيطلع واحد ثالث بيقول لك يا خيي قوة لبنان أن نزاوج بين المقاومة وبين الجيش والشعب، كمان هذه نظرة ثالثة. واحد رابع بيقول لك يا أخي نحن خلينا نكون مثل سويسرا ما لنا علاقة بحدا. كل واحد عنده وجهة نظر، من حق أي واحد يفكر، لكن نحن بدنا نجيب هالنظريات ونطرحها على أرض الواقع نشوف أي نظرية هي حقيقية وبتقدر تحمي لبنان، طالما أنت موجود بفم التنين، طالما موجود والذئب على جنبك، هل تأمن للذئب؟ في سمعت لك شي راعي بيأمن للذئب؟ ما حدا بيأمن للذئب. نحن مطلوب منا نأمن حالنا للذئاب، ما فينا نأمن حالنا للذئاب، تعالوا نتفاهم أقل الخسائر الممكنة. اجت وقتها قصة استراتيجية دفاعية وما بعرف شو إلى آخره، وبعدها هيدي قائمة ما انشالت، لكن التطورات عم تكشف لنا أكبر بكتير من موضوع استراتيجية دفاعية. يعني عم نشوف نحن التغول الإسرائيلي في المنطقة ومحاولة الأمريكي إعادة تفجير البلاد من الداخل أكبر بكتير من أنه نتفق على استراتيجية دفاعية، مش متفقين بعد على وجهة لبنان شو بدها تكون، أنه هذا اللبنان يحق له أن يقاوم أو لا يقاوم، يحق له أن يستسلم أن يكون في ركب. طيب شفنا الدول العربية الأخرى أستاذ جاد، وأنا عم بحكي بكل بساطة وبكل هدوء ما بدي أرفع السقف، طيب شفنا الأردن فاتوا بمعاهدة وادي عربة ميتين من الجوع ولا لا؟ شفنا مصر فاتت بكم ديفيد 78،
شفت مصر بوضعها كيف هو؟ طب ما عم نشوف الدول العربية حتى اللي أخذت خيارات بعد مؤتمر مدريد للسلام وراحت بالمبادرة العربية للسلام، وشفنا أنه عمليا أصلا لم ترتاح حتى في أبسط الظروف. لبنان مع كل هذا اللي كان حسب قبل 17 تشرين، وهذه فيها نظرة خاصة بالقراءة، شو اللبناني؟ اللبناني بالبيت صار عنده 4 سيارات، ما كان عم بيفكر بأي شيء. إنه نحن كنا عم ناكل من لحمنا، يعني عم واحد بيتدين من الشمال بيدفع باليمين، بيرجع إنه اثنيناتهم هذا بصير ياخذ من إجره، بياخذ من إجره الثانية. عم بحكي هالألفاظ البسيطة والمعبرة لأقول إنه اللبناني كان عايش بعالم آخر، لأنه في طبقة سياسية كانت معيشتنا بوهم، معيشتنا بوهم، يعني هي عارفة إنه عم تصرف مما لدينا، مما ليس لنا أو مما ليس بحوزتنا، لكن مشينا. ومع هذا وكله كان اللبناني يعني بتعرف مزبطة تحويلات من الخارج إلى آخره. الأمريكان خنقوك، لا تحويلات وعقوبات وحصار وما بعرف شو، يعني بعد شوي إنه يعني يمكن يحدد لك نوع الأكل اللي بتاكله، بيجي واحد بيقول لك يا أخي معلش الحق حزب الله والحق، يا اخي شو حق حزب الله بموضوع الجاليه اللبنانيه بالمانيا، بموضوع الجاليات اللبنانيه بالعالم، شو له علاقه حزب الله فيها؟ خلينا نحكي استاذ فيصل بموضوع حزب الله، وتحديدا اليوم موقف السيد حسن نصر الله كان لافت بموضوع صندوق النقد الدولي. بس بدنا ناخذ فاصل صغير وبنرجع. مشاهدينا فاصل وبنرجع لرح نبقى سوا. عودة إلى رح نبقى سوا مع ضيفنا الأستاذ فيصل عبد الساتر. أستاذ فيصل، قبل ما نكمل نحن وياك بدنا نسمع مقتطف مما جاء على لسان دولة الرئيس ألي الفرس اللي بعد الاجتماع الأرثوذكس اليوم بدار مطرانية بيروت. نعلن استياءنا الأكيد والشديد من الإشحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فترات طويلة، ونطالب بتصحيحه ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاءة في مناصب عدة من الفئة نفسها، وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما نطالب بإقرار مراسيم الترفيع إلى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع. وإننا نؤكد فضلاً عن ذلك رفضنا لاستبدال موظفين أرثوذكس كبار دون سواهم بدون أسباب وجيهة. وفي هذا المجال أستطرد شخصياً لأقول، وخروجاً عن النص لأؤكد على الحقيقة التالية، أنه عندما يقوم أحد بزيارة صاحب السيادة ليتحدث من معه هو يمثل هذه الطائفة، يعتبر الكلام الذي يعتبر يدلو به أمامه وأمام سيادته هو كلام بمثابة التزام. أي إخلال بهذا الكلام هو اعتداء على كرامة الطائفة ورمزية الطائفة وشؤون الطائفة وشجون الطائفة. وهذا الأمر لا يمكن إلا أن يبنى على الشيء مقتضاه كنتيجة من نتائج هذا الالتزام. إن المرجعيات بدون تسمية إن وإنني في هذا المجال استطرادا أتوجه بنداء لدولة رئيس مجلس الوزراء لأقول له أن أسلوب التعاطي مع هذه الطائفة كما مع بقية الطوائف، ونحن أدرى الناس بنوعية تعاطيكم مع بقية الطوائف، أكرر أدرى الناس بكيفية تعاطيكم مع بقية الطوائف، أن تحترم هذه الإرادة وأن لا يتم تجاوزها، وإلا سنضطر آسفين استنادا لهذا الاجتماع الذي كان بإرادة الأرثوذكس جميعا والذي ضم كل الفئات دون استثناء، وكانوا صوت واحد وقلب واحد ورفعوا شعار الكل واحد والكل كلا، لكي يؤكدوا على وحدة الموقف ووحدة الهدف ووحدة الدفاع عن الذات. ما فيش انزعاج، في توضيح صورة واضحة لموقفنا كسادة المجتمعين في الداخل وبرئاسة صاحب السيادة، بحيث أن لا يتم تكرار الخطأ
وعدم الاستخفاف. هي ليست طائفة مسلحة ولكنها تملك من السلاح الكثير الكثير، السلاح الذي يؤذي والسلاح الذي يبين الحقيقة. ما في حدا خط أحمر في كرامة هذه الدار وصاحب السيادة هي الخط أحمر. تم تأليف لجنة من السادة المجتمعين والسادة الزملاء، ليس فقط للبحث في مشكلة هنا أو مشكلة هنا، بل لوضع الخطة الضرورية واللازمة واستراتيجية متكاملة للتفكير بكيفية استعادة ما تم فيه الاعتداء على طائفة الروم الأرثوذكس بالحكومة. يعني أستاذ فيصل بلا ما نغوص بالتفاصيل، ولكن يعني يحق لدولة الرئيس الفرزلي وللمجتمعين أن يطالبوا بما يعتبرونه حقا لهم أسوة ببقية الطوائف طالما النظام هو نظام طوائفي. المطالبة حق بلا شك، سواء للأرثوذكس أو لغير الأرثوذكس ما دمنا في هذا النظام الطوائفي. لكن بعض الأحيان تسمع مفردات حقيقة أنك بتتفاجأ، يعني البعض يجمع على حقوق الطائفة فيما يختلف على حقوق البلد. يعني يجتمع هؤلاء وهم مختلفون في السياسة بالمعنى الوطني الشامل، وحتى يمكن بمعنى ما بعد الوطني، لكن عندما تصبح القضية متعلقة بوظيفة محافظ أو مدير عام بصيروا زيدوا على بعض من هو أقرب إلى يعني صاحب الحق. بس هذا أمر عام عند كل الطوائف. ما عم بقول أنا، ما عم بقول يعني قلت ما قلت. صح صح، نحن عم نحكي عن الكل، كل الطوائف. أنا عم بحكي على الكل بدون استثناء. لكن بعض الأحيان يا خيي، وأنت تؤيد مثل هذا الطرح، لكن أيضا عليك أن تضعه في إطاره الصحيح وأن لا ترفع السقوف بالكلام. يعني مثلا نحن لسنا طائفة مسلحة، طيب ما معروف هذا الشعار أو هذه الكلمة يراد بها توجيه معين أو يراد بها إشارة معينة استخدمت في كثير من الأحيان في المصطلحات السياسية اللبنانية. طيب هل كان من دولة الرئيس الفرزلي أن يذهب بهذا الاتجاه؟ ما في داعي. نحن طائفة الأرثوذكس نريد حقنا، لا مسلحة ولا غير مسلحة. يعني عم بيقول إنه الطائفة المسلحة عم تاخد حقوقها بالقوة، وهذا مش صحيح. يعني هذا مش صحيح. الطائفة المسلحة إذا كان المقصود فيها الشيعة، لا، يمكن قصده دولة الرئيس الفرز، لأنه نحن سلاحنا هو يعني اللي حكي عنه بالشق الثاني. هلا كيف ما لطفناها مش ضابطه؟ يعني انا انت من الاول وانا مع الرئيس الفرزلي بيعتقد بيفهمني تماما. يعني هو ذهب باشاره بعتقد ما كان كثير بيتمناها، بس ما بعرف، بعض الاحيان الواحد يعني بتعرف مش مشكله. اثنين، من هو صاحب الحق الذي يكرس حق الطائفه؟ المطران، البطريرك، الشيخ، رئيس الطائفة، ما بعرف شو. يعني فينا نحن. طيب يا خي معلش، كمان أنا بدي انتقد هون، لماذا عند مطران بيروت مش عند بطريرك الأرثوذكس مثلا؟ يعني هلا نحن ما بدنا نفوت بهذه التفاصيل مثلا، يعني مثلا ما بيجي واحد بيقول لك تفاصيل وما بنعرف فيها. بيجي واحد بيقول لك هيك. طيب يا خي ليش عند الشيعة ما بيروح عند الشيخ عبد الأمير أبلين مثلا، بيروح عند الرئيس بري مثلا؟ أنا هو رئيس الموضوع الطائف. من باب المبدأ لا أنا اللي بدي أقوله، في مشكلة لو ما في مشكلة بدي مجتمعه اللي بدي أقوله. من الخطأ بمكان أن نذهب لتحصيل الحقوق بهذه الطريقة. لا، التعيينات يجب أن يكون فيها استبعاد ولا يكون فيها كيدية، لازم يكون فيها يعني حد أدنى من التوافق. بس ما بدنا نضلنا كل الحكومات نفس الطريقة نعتمد كل الحكومة. هلأ الهجمة على الرئيس حسان دياب شو؟ مرة قال بده واحد هو من التعيينات المالية. يا أخي طب إذا هو رئيس حكومة، إذا ما قادر أنه يجيب موظف، أو إذا شي مرة رئيس حكومة طالب بموظف، إنه ما بيحلو يطالب بموظف بصرف النظر، يعني مش مع الفكرة، بس عم بقول إنه إذا بدك تهاجم رئيس الحكومة عشان طالب بموظف سني بالتعيينات المالية، طلعوا المستقبل قالوا له مالك بالحق، أنت مقطوع من شجرة مثلا. يعني وهلأ عم بيقولوا رئيس الحكومة بده بيت رخوري، وبيت رخوري كان تيار الوطن الحر مزكيها بالوزارة أو مش مزكيها، ما زبطت بالوزارة. هلا الرئيس الحكومي بده يعينها محافظ خلفا لزياد شبيب، هجموا عليه، رجع غير وجاب ثلاث أسماء. يعني في شيء
يعني ما في داعي كل هيدي العكرة بالبلد وكل هالفوضى ونحن بحالة يعني ما لي شيء. يعني بتفوت على السوبر ماركت ما عادش في شيء بيضحك إلا بقرة لافاشكيري يعني. يعني من بقى كمان شوي يعني بدنا نرحم العالم يعني ما لي شيء. نعم. يعني علبة النيدو ب80,000 يعني صار واحد إذا بده يتزوج وحدة من هلا يقول إذا إن شاء الله بتكوني أنت فيك نستغني عن الحليب للولد. يعني في شيء حقيقة مش طبيعي والله. ما أنا عم بحكيك هاي نكت على وسائل التواصل لكن تعكس الحالة المزرية اللي وصلنا لها. يعني معناه ما بدنا نتلهى الآن بمناكفات بين الرؤساء وبين الوزراء وبين النواب وننسى المسألة الأساسية. اليوم في مسار الحكومة حطت خطة اقتصادية ومالية، الخطوة التالية هي التوجه نحو صندوق النقد الدولي. اليوم سيد حسن نصر الله ما بعرف صحح لي إذا مغلط وجه رسالة أنه ما عندنا مانع نحن أنه نحكي مع صندوق النقد وأنه نفوت بهالمسار هيدا، ولكن شرط عدم الاستسلام للشروط بشكل مطلق. شوف في هجمة كانت كبيرة على حزب الله بالفترة الماضية أنه هو رافض وما بعرف شو، وكأنه لأنه حزب الله كان في موقف بالأول. لا لا. يعني حزب الله دائما عنده معيار أساسي، سياسة الارتهان لمين ما كانت هو يرفض سياسة الارتهان. وانت بتعرف بمسار الدول عادة استاذ جاد، الدول اللي بيصير عندها انهيارات دائما توضع عليها شروط قاسية، ولبنان كانت تتحين له الدوائر الفرص منذ زمن بعيد أنها تريد أن تضع اليد عليه. وربما في حزب الله في غير منطوقه السياسي لديه شيء ما يخالجه في الداخل، يعني في داخل يعني طبقة القيادة لديه أنه كل ما هذا الذي يحدث ربما يعني ناتج عن مؤامرة محبوكة وإلى آخره. ما بيشيل حزب الله فكرة المؤامرة في كثير من الأحيان، ويمكن كتار من الناس بالبلد حتى اليسار التاريخي دائما بفكر بنظرية المؤامرة، وهذا قد يكون صحيح مش بالضرورة شغلة عاطلة. يعني هيدا أبدا، أنت دائما مع أمريكا دائما يجب أن تفكر بالسيء قبل الجيد، دائما مع الدول الكولونيالية الاستعمارية دائما تفكر بالشيء السيء أكثر بكثير من الشيء الجيد. نحن وصلنا لمرحلة نخير بين يعني بين الاستدانة بالفوائد وما بعرف شو، وبين أن تكون الاستدانة ضمن شروط خطط إصلاحية وما بعرف شو. في الفترة الماضية كان في موقف شوي قاسي بهذا المعنى، أنه يا عمي أنتوا أخذتونا خنقتونا ووصلتونا لهون، لطلع على الحمار على الميدان بينزلوا عملوا لكم شيء عملوا لكم شيء. تبين أنه رياض سلامي وجمعية المصارف يعني طنجرة ولقت غطاها، مزبطين الأمور، مهربين مصاري، أكلوا مصاري الناس، مصاري الناس راحت عند الدولة، تبخرت المصاري ما حدا عارف شيء من شيء. وثلاث أرباع السياسيين هن المهربين المصريات. ماشي. ما هذا جزء أساسي من الموضوع. إيه ما هو شو عم بقول أنا؟ شو عم بقول طنجرة ولقت غطاها، المصارف مع المصرف مع الدولة. الدولة هون نحن بنقول دولة كلمة ما بيطلعوا الناس بيقولوا لك أنا بأيده الكثير للدكتور حسان دياب، قال نحن ما عنا دولة عميقة، نحن عنا ناس عميقين يعني، بس دولة عميقة ما في بصراحة. يعني الآن نحن وصلنا لخيار وكأننا نؤخذ إلى الصندوق الدولي أخذ، يعني واحد جاي عم يشدك بتيابك عم بيقول لك يا فيصل عبد الساتر ما عندك إلا صندوق النقد الدولي بده يجيب لك فريش ماني. نحن مشكلتنا بالفريش ماني ومشكلتنا كيف بدنا نوضع خطط إصلاحية لناخد هذا المال، مش هيك؟ طيب بيطلعوا هلا إعلاميين وبيبيضوا لك صفحة حاكم مصرف لبنان، وبيطلع إنه كل هذا اللي عمله عشان نحن نبقى عنا أكل وعنا طحين وعنا بنزين. قال الودائع اللي هو تبخرت هو حط إيده عليها صادرها لحتى يجيب بنزين ويجيب أدوية ويجيب. يا حبيبي مين اللي قال له يعمل هيك أساسا؟ مين اللي مكلفه؟ مين اللي خلى المالية توصل لهون؟ الوضع النقدي يوصل لهون؟ هلا ما بدنا نكرر الحديث السابق. لا لا عم بقول عم بقول توصل لهون عم بقول في مسؤولية عم بقول انا عم بقول الطبقة السياسية عم بقول نحن الفريش ماني مشكلتنا بالفريش ماني هون، لأنه طار الفريش ماني من عنا ما عادش في عنا دولار خيولي. جينا لصندوق النقد الدولي لأنه اليوم رسالة السيد حسن شو عم تتحملوا هجوم على رياض سلامي وجمعية المصارف؟ لا أكثر من هيك
كلهم سوا، السياسيين وجمعية المصارف ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، هودي مسؤولين عما وصلت إليه الأوضاع. ما فينا نضل نجهل الفاعل، هذا هو الفاعل. بس ما فينا نصوب استاذ، لا عم بقول هذا هو الفاعل، عم بقول هذا هو الفاعل. إذا كان في فعلا، إذا في فعلا هذا هو الفاعل، الفاعل هون بالمعنى المعنوي مجموعة. إذا بدنا نروح فعلا لنحاسب بمعنى كل شخص بشخصه، يمكن نعيش قد عمر النبي نوح وما نوصل لنتيجة، لأنه حتى بالقضاء عم يتلاعب بالملفات، وفي ملفات عم تنعطى لفلان ولعلتان لحتى لي شوشح فيها قد ما بده بالإعلان. يعني معلش هذا كلام آخر بنحكي عنه بعدين، يعني ما حدا يعملنا استعراضات انه هو عم يحارب فساد وما فساد، بنعرفها كلها الألعاب يعني من طقطق للسلام عليكم. نرجع لصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي كان حاطط شروط على لبنان، من ضمن هذه الشروط تخفيض القطاع العام، مش عارف شو الرواتب، الأساتذة، المتفرغين، المتقاعدين، متقاعدين، كل هذه الجملة من الإصلاحات الأساسية ربما تشكل مشكلة كبيرة للحكومة إذا ما أقرتها هيك بدون أي تعديلات. وهون عم بحكي بكل ود وبكل صراحة، صندوق النقد الدولي ما بهمه التفاصيل، صندوق النقد الدولي بهمه عناوين أساسية. من ضمن العناوين اللي كان يخاف منها حزب الله ولا زال وسيعترض عليها، وإذا ما راحت الحكومة زبطت الأمور أكيد حيعترض، أن يضع أو تضع الدول الأساسية المهيمنة على صندوق النقد الدولي يدها على مرافق الدولة الحيوية، يعني مطار، يعني مرفأ، يعني منافذ برية تصير تحت سلطة هؤلاء. هذا أمر مرفوض لأنه هذا يتناقض مع السيادة الوطنية. بس ليش النقد جايب جيش يحتل لبنان؟ لا مش جيش، مش جيش، ما هذا عبر الشروط، هذا عبر الشروط أن تكون هذه المنافذ هي بإدارة مباشرة مع صندوق النقد الدولي، يعني التنسيق الكامل. هذا يضع الكثير من المشكلات وعلامات الاستفهام. هذا واحد. اثنين، بموضوع بالموضوع السيادة الكاملة على البلد والتوجهات السياسية للبلد، أيضا صندوق النقد الدولي يتعاطى في بعض الأحيان بتوجيهات عنوانها مالي اقتصادي لكن خلفيتها سياسية. هذا ما يخشى منه حزب الله وهذا ما يعترض عليه. سوى ذلك هو قال في المرة الأولى، رجع عدل بوقفه مع الشيخ نعيم قاسم، قال نحن مش صحيح، نحن ما قلنا نحن ضد الاستدانة بالمطلق، ونحن ما قلنا انه ضد صندوق النقد، نحن الخطة بتنطرح ومنناقشها والشروط بتنطرح ومنناقشها، نحن مع شروط تكون تناسب لبنان. اليوم سماحة السيد وضح بشكل كامل، نحن ضد الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي ولسنا ضد الاستدانة. إذن عم بمهد الطريق للحكومة ولمجلس النواب اللبناني أن يقر التشريعات اللازمة في هذا الإطار، لكن بعد أن تحسم قضية الخطة الاقتصادية بالتوجهات العامة. وهون بنرجع للي عم يتخوفوا، اللي عم يتخوفوا يا أستاذ جاد، معلش خلينا نفرق بين ثلاث ناس عم تتخوف، ثلاث جهات. في جهة مش عم تتخوف، يعني عم تتخوف من رفض حزب الله أو من تحميل حزب الله المسؤولية مثل ما هني بيدعوا، مثل ما ذكرت النائب سامي جميل أو النائب نديم جميل. في جهة عم تتخوف لأنه أصلا هي بدها تضل عاملة تركيز على حزب الله شو من كان، يعني بيشاركهم فيها بعض النواب السابقين اللي معش عنده شغلة عاملة إلا حزب الله ليل نهار، وبعض القوى السياسية مستفيدين من هذا الجو بس ما بيتبنوه، ممكن يكون المستقبل، ممكن يكونوا القوات وممكن ما يكونوا، بس عمليا مستفيدين من هذا الخطاب. في جهة تانية بتتخوف مما طرح في الخطة الاقتصادية أن يذهب لبنان ويقضي على الوكالات الاحتكارية، يعني يلغي كارتلات الاحتكار بالبلد. هذا موضوع أنت بتعرف من 43 إلى الآن عدد المحتكرين للوكالات الحصرية في لبنان عدد محدود، يعني إذا جاوزت فيهم 20 شخصية منكون نحن عم نقول إنه كتار. بس هذا موضوع كمان له طابع طائفي. عم بقول لك بعض المتخوفين عم بيروحوا بهذا الاتجاه، يعني إنه هذا الكارتيل، خلينا نكون هيك بصراحة، كان مسيحي سني تاريخيا بال43 لهلا، هلا هاي الخطة
تقضي على هذا الكارتيل الفساد وبتطرح موضوع المنافسة من جديد. ممكن هودي العائلات بتعرف اللي ذكرهم غسان سعود بشكل أو بآخر عمل رمزية لهم ألبساتنا أو ملبساتنا أو غيرهم، أو بينطبق على غيرهم، يعني خليني أقول الساتريين يا أخي أحسن ما يقولوا لبساتنا بيت البستين. هودي خيفانين، هودي لهم مصلحة وإلهم يعني لهم سلطة كبيرة بالمصارف. بتعرف لبنان بنيته مصرفية، يعني بنيته بنية المصارف. هيدي الجهة الثانية اللي خايفينة. في جهة ثالثة خايفينة كانت عم تطلق النار السياسي على حسان دياب، انه هيدي حكومة حزب الله وحزب الله جابها وما بعرف شو. بتعرف هيدي السيمفونية انه هذا سيغير وجه لبنان الاقتصادي او وجه لبنان السياسي. يعني هلا نحن بدنا نرجع العصر لستالين لينين ونعمل تأميم، هذا حكي فاضي مثل ما قال سماحة السيد، هذا حكي فاضي وما له اي معنى وما له اي طعمه. هذا اللبنان معروف، لبنان المتعدد، لبنان مش عارف شو الى اخره، بس ما بنضلنا نتمسك نحن بحكي بجوز فارغ. الان نحن في وضع اخر تماما، بدنا نحاول نعمل بنيه اقتصاديه. معلش يا اخي، وانا قلتها مره، انا قلتها بالبدايه، يمكن كنت متنبئ، ما بعرف اذا متنبئ او يمكن كمان غيري سبقني او غيري لحقني او انا لحقت غيري، ما بعرف، ناسي. بس على الاقل قلت انه نحن ما عاش فينا نكمل بالحياه اللي كنا فيها. هذا ما بيعني انه راح نصير ناس تانيين، نحن عم ضلنا مثل ما نحن، بس حجم الاستهلاك اللي كان عندنا بده يتغير، نوع الاستهلاك اللي كان عندنا بده يتغير. 4-5 سيارات بالبيت بدهم يتغيروا، 3-4 قروض لنظبط امورنا بدها تتغير. بعدني انا فيصل عبد الساتر، بعدك جاد ابو جوده، بعد عندك نمط تفكير معين وعندي نمط تفكير معين، بس انا ما فيي بدي اقيسوا على الايف سان لوران وايفوا على الباربري وعلى مش عارف شو، ما عادش فيني هيك. خليني اروح لنموذج جديد، اللي معه يجيب باربري يجيب صحتين، لكن بعطي مساحة كبيرة للي بحب يجيب ريحة تعبي ب 5000 وب 10000، حقه مش هيك؟ اوكي، بس هيدا شوي تبسيط للموضوع، مش يعني تبسيط، لا هلا مش انا عم بعطي سنة. انا عم اللي بيشتري تياب انا عم بعطي نموذج تبسيطي. نعم. بس مش تبسيط للمشكلة، لا بنسرق البلد، نرجع نقول لك بيشتروا اشياء غالية. لا 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 انا عم بقول خلي الرخيص عادي، يعني انا عم بقول خلي النموذجين. ما هذا النموذجين انت شو عملت له؟ موجودين، انت عملت له سوء الدعاية بس، يعني انت عم عايشه بعالم الاستهلاك والدعاية وما بعرف شو، وبالاخر اللي كان راضي بهيدي القصة بس هو مش ضروري عن فقر بس او عن عدم قدرة، يمكن الناس عن اقتناع. انا ما بتقلي يا خي انا عندي صابون وبرش حياة احلى بكتير من هو الصابون الاجنبي، عن قناعة. صابون الغار الزيتون احلى من الليكس ومن الكامي ومش عارف شو، عن قناعة، مش ضروري عن قدرة. بس انا اعطيت النموذج التبسيطي لاقول انه لبنان بده يصير فيه يعني مروحة من الخيارات، بينما كنا بالاول الى حد ما ستايل واحد تقريبا. عم بحكي عموما وقت استاذ فيصل، انت ادرى الناس انه ما فينا كمان نحكي بهذه الطريقه مثل كانه عم نبشر بتغيير وجه لبنان. يا لا يعني ما شفت كيف انا ليش اعطيت النموذج التبسيطي؟ المشاهدين ممكن يفهموا عليه. لا انا اعطيت النموذج التبسيطي، مش انه انا بدي اغير الواقع. السنة ما قدرنا نعمل شيء، يلا يا ناس روحوا اشتروا. لا الواقع فرض علينا معيشه، يعني الواقع فرض علينا ان نتماشى مع بعض الظروف الانيه. الآن يمكن بدأ 5 سنين بدأ 10 سنين لنرجع نستوي. بهذه 5 سنين والعشر سنين أكيد الدولة بدها تعمل على تقليص الواردات، هذا حتما. ما في يضلني أنا استورد 20 مليار دولار السجاد، ما في. اللي بيحكيك غير هيك بيكون عم بيعيش بعالم آخر. إذا أنت حجم الناتج المحلي عندك بيطلعش 3 مليار تستورد 20 مليار، يعني كل سنة عم تدفع 20 مليار دولار أجنبي، عملة أجنبية تطلع لبرا عشان الست بدور والأستاذ فيصل والأستاذ جاد والأستاذ فلان يعيش مرفه وعنده 100,000 خيار بالله. لا فين يعني يكون عندي 5 خيارات 10 خيارات، ليش بدي يكون عندي 1000؟ والألف يكون واحد لحاله هو عنده وكالة حصرية فيهم. هذا اللي عم بقوله أنا، التكيف. بدي أسألك آخر شيء بالخلاصة، يعني بدقيقة بس،
المحاولة اللي صارت الأسبوع الماضي بين تحركات بالشارع وبين حملة سياسية، هل سقطت بأقله على المدى المنظور أو هيدي قابلة للتجدد بكل لحظة؟ شوف هلأ موضوع الناس اللي عم تتحرك بالشارع صرنا عارفانين، يعني هي أيضا يعني مثل القوى تعولنا عموما، يعني عنده إشارة من هون وعنده إشارة من هون، في ناس موجوعين، في ناس عندهم أنه بطالة مساكين، بس هذا لا يبرر لأحد الاعتداء على الممتلكات، حرق الممتلكات، حرق المصارف، الاعتداء على الجيش، الاعتداء على القوى الأمنية، هذا كله ليس في خدمتهم، هذا ليس في خدمة تحقيق مطالبهم. وأولا إني عم يقوموا ضد حكومة، ضد حكومة ليست مسؤولة. صحيح الحكم استمرار، بس انت مش عم تعطيها فرصة، انت مش عم تعطيها اي وقت، انت محاصرة بالخروج الى الشارع وبالشتائم والاخري، وما لك بالحق تتصرف، ما لك بالحق تقطع طرقات لو كنت شو ما كنت، ما لك بالحق تعتدي على الجيش لو كنت شو ما كنت، لك حتى لو كنت جوعان فعلا. هذا الرغيف نفسه، وانا مش مقتنع كتير انه بس العالم يعني حركة جوع انه قصة لقمة الخبز، لا مش صحيح. الناس موجوعة قد ما بدك، بس ما وصلنا لمرحلة انه واحد ما معه ياكل يومه، بس في كتير حالات يعني بيقدر ياكل يوم ونص، يومين، ثلاثة، معلش الاوطان. بس استاذ فيصل يعني انا فهمت عليك الفكره، بس كمان ما فينا يعني نستخف بالمشكله. انا ما عم بستخف ولكن لازم تنعطى. انا ما عم بستخف، انا عم بقول من رئيس الجمهوريه لرئيس مجلس النواب لرئيس الحكومه لرؤساء الاحزاب لازم يدعوا الى حمله تكاتف والتضامن، وكل هذه الحملات اللي بتساعد الناس لازم نمشي فيها بالستره وبالعفاف ومش بالاستعراض، وهذا موجود. وانا يا اخي انا محتاج، انا عم بقول لك على الاعلام، ما في حدا الان في يعمل مكابره بموضوع الحاجه ما اجت نتيجه عده ظروف، انه انا حاجتي ما عادش قادر اكملها اللي كنت عايش فيها، يمكن غيري كان عايش بأقل مني بكتير وما عادش قادر يكمل، غير نعم. الثالث فعلا انه مش قادر يقدر يطعم عائلته بالاسبوع، بتكون بدايه لمرحله. بس ما حدا يفهمني انه ما في ناس جوعانين، لا اكيد في ناس جوعانين طبعا. بس انا عم بقول الجوعان والتعبان ما بيروح الى تصرفات تدمر البلد اكثر. نعم، على امل كمان انه نهار الاربعاء تكون انطلاقه جديده ان شاء الله، ونحط شوي المهاترات سيدي، ورح نبقى سوا، بدنا نقول لهم للجميع رح نبقى سوا. الله راد ورمضان كريم مره جديده. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا هم نوصل لختام هذه الحلقه، دقائق وبنكون مع حلقه جديده من ضروري نحكي مع الزميله داليا داغر وضيفيها النائب ألان عون والنائب جورج عايس. الى اللقاء.